كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي توقعات حالة الطقس اليوم في السعودية، حيث أطلقت الأرصاد الإنذار الأحمر مجدداً على مناطق من مكة المكرمة وعسير، حيث ستعاود أجواء الطقس السيء مجدداً على منطقة مكة المكرمة. كما وناشدت الأرصاد مواطنين مناطق الإنذار الأحمر عدم النزول عند سقوط الأمطار وجريان السيول حفاظاً على سلامتهم. وتشهد المملكة العربية السعودية هذه الفترة موجة من الطقس السيء ضربت مناطق عديدة من البلاد. كما وقالت الأرصاد إن حالة الطقس اليوم في السعودية مهيئة لسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. كما وأوضحت أن هناك نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار تعمل على حجب حد الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها. وفي وقت سابق أكد المركز السعودي أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف ومناطق عسير والجازان والباحة.